يا تلميخة، أصبر قليلا، يجب أن نفتح هذا المنفذ. خذ، أنه منفذ إلى الخارج. إذا لما تركته مفتوحا؟ لكي يظن أننا هربنا من هنا. هناك منفذ آخر قرب سور المدينة، سنذهب إليه. أسرع لنذهب. كيف أنتم هنا؟ وأنتم اذهبوا من هناك. رائع، حسبما أعتقد أنتن زوجات أصحاب الفخامة الهاربين، أليس كذلك؟ حسنا، ماذا تفعلن هنا؟ أيعتبر ذلك جريمة؟ لا لا، ليس بجريمة، ولكنه يمكن أن يكون دليلا على وجود أزواجكن هنا. وجودنا مع بعضنا البعض يهون علينا المصيبة. أرجو أن يكون هذا هو السبب. تعالوا معي. فتشوا كل مكان. عثرتم عليهم؟ لا يا سيدي، كأنهم غير موجودين. لا يمكن فتح هذا الباب. إلى أين يؤدي هذا الباب؟ هنا لا شيء يا صاحب الفخامة، إنها مكتبة. تنحى. افتح هذا الباب. قلت لا شيء يا صاحب الفخامة، إنها مكتبة. أرأيت يا صاحب الفخامة، إنها ليست سوى مكتبة. تعالوا وأزيحوا المكتبة جانبا. آتوني بمشعل. تعالوا.
بهدوء. اصبروا، يجب فتح هذا المنفذ. خذ. بالتأكيد خرجوا من هنا يا سيدي. لا، يبقى ثلاثة منكم هنا ويتبعني الباقون. هيا. لن ندعهم يفلتون من قبضتنا، أسرعوا. هناك نور. أخرج من هنا. Thank you.
إنهم ما زالوا في المدينة، لا يستطيعون الفرار من قبضتي. اتبعوني. اذهب يا غالوس، اذهب. رعاك الله. أرأيتم لطف الله يا إخوتي؟ حسنا، إلى أين نتوجه الآن؟ لنتجه الآن إلى الغابة، وقبل أن يلحقوا بنا يجب ترك هذا المكان. لنذهب. لا لا، لنأخذ الحبل معنا، إن اكتشفوه سيتبعون أثرنا. لنذهب بسرعة. هيا. شكرا لك يا إلهي، شكرا لك يا إلهي. أبشرك يا سيدتي، لقد عبروا السورة أيضا. شكرا لله، الحمد لله. يا صاحب الفخامة، يقولون أن فيدياس ساعد السجناء على الهرب وأصاب ماتيوس بجروح. وأين فيدياس الآن؟ إنه قتل، والمجرمون انتهزوا الفرصة وهربوا. أيها الخبثاء الأراذل. يا سيد جوليوس، ما الخبر؟ لقد تبعتهم حتى بيت ماكسيميليانوس. والنتيجة؟ وصلنا متأخرين، إذ هربوا من طريق سري في بيت ماكسيميليانوس. هربوا؟ إنهم لا يستطيعون الهرب من المدينة ليلاً يا جوليوس. اسمع، يجب أن يكونوا عند الصباح وقبل استيقاظ الإمبراطور ها هنا. أفهمت؟ سمعاً. ماذا لو لم يعثروا عليهم؟ وماذا لو خرجوا من المدينة؟ يا جوبيتير، بماذا سأجيب الإمبراطور؟ بماذا؟ لقد فتشنا كل منازل هذه المنطقة ولم نعثر عليهم. يا صاحب الفخامة، لقد فتشنا كل المنازل ولم نجد لهم أثرا. يجب أن نفتش منزل كل واحد منهم، حتى منازل أقربائهم. اتجهوا إلى بيت يومانيس، هيا تحركوا. يا جوبيتر العظيم، لو عثرنا على هؤلاء الهاربين فسأقدم لك قربانا وسأذبحه أمام معبدك. هاي، يجب أن نبتعد أولا عن هذا المكان ثم نقرر إلى أين نتوجه. هناك أماكن كثيرة للاختباء في هذه الغابة. كلا، سيفتشون الغابة غدا شبرا شبرا. انتظروا قليلا. هل سمعتم بقرية اسمها الرقيم؟ نعم.
هناك جاسوس يهودي ذكر لنا اسمها. اسمه حزقيل، قال إنه رآك في كهف هناك وأنت منشغل بالدعاء. ما هي قضية اليهودي؟ إنه جاسوس يهودي سيء الحظ وقع بأيدينا، فاتضح لنا أنه يعلم الكثير، فقمنا بعمل ينسي ما يعلم. إذن قضية اختطاف جثة بلوتونيوس وتحطيم تماثيل المعابد هي من صنعكم. كان علينا أن نفعل شيئا ما. نعم، لنذهب. لنذهب. هاي توقفوا، اذهبوا أنتم من هناك، وأنتم من هنا، والبقية يتبعونني. هيا. من أين تعرف هذا الراعي يا سيد ماكسيميليانوس؟ تعرفت عليه من مدة قريبة، ولكن كأني أعرفه منذ سنوات. أتظن أن بيت هذا الراعي هو ملجأ مناسب لنا؟ أجل، عجبا لأمر هذا الكلب. الكلاب تنبح عند رؤية شخص غريب، لكن هذا الكلب ليس كذلك. قد يكون لأنه شاهدني مرة مع صاحبه. من الطارق في هذا الوقت؟ أنه صوت أنطونيوس. أتيت. صاحب الفخامة ماكسيميليانوس، ما الذي جاء بك إلى هنا؟ تحية لأنطونيوس الطيب، ألا تريد ضيوفا لم تدعهم؟ هذا البيت الصغير لا يليق بأشراف مثلكم، لقد مننتم ونورتم بيتي، تفضلوا رجاء على الرحب والسعة. ادخلوا. تفضلوا. ادخلوا. تفضلوا رجاء. تفضل. 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 افتحوا الطريق. هل إنكم على دين صاحب الفخامة ماكسيميليانوس؟ وأي دين يعتنق السيد ماكسيميليانوس؟ يا إلهي، ماذا قلت؟ إنني أقصد، كنت لا أقصد. لا تخف يا أنطونيوس، إنهم جميعا أصدقائي، السيد تلميخا، مارتينوس، يوماني، سودينانوس، وديميسيوس. لقد خشيت للحظة واحدة أن أكون قد أفشيت سر صاحب الفخامة ماكسيميليانوس أمام الغرباء. أهلا بكم، بيتي البسيط لا يناسب الأشراف، أرجو المعذرة. نحن نفتخر لكوننا ضيوف أنطونيوس الطيب والعطوف. ليت أبي كان حيا ليرى هؤلاء الأشراف عندي. لعل ديقيانوس أيضا اعتنق المسيحية. من الأفضل أن نقول لك الحقيقة يا أنطونيوس. تفضل. إننا لسنا ضيوفا، ولكننا هاربون، هاربون من ديقيانوس وجنده. هربتم؟ ولماذا؟ بجريمة إهانة الإمبراطور وآلهة الروما.
لقد كشفنا وأمام الإمبراطور عن عقيدتنا وأربكنا الحفل الذي كان قد أقيم على شرف الإمبراطور. لا، لا يمكن تصديق ذلك. وقفتم بوجه الإمبراطور أنتم؟ وكيف هربتم من بين كل أولئك الجنود؟ أيمكن ذلك؟ قصتها طويلة. أنا قلت لأصحابي لعلك تستطيع مساعدتنا. أنا؟ نعم، إنني أفتخر في تقديم الخدمة لصاحب الفخامة ماكسيميليانوس وأصدقائه الأعزاء. نحن من مستشاري ديوكليتيانوس. أتعرف ما هي عقوبة من يساعد على إخفاء أعداء الإمبراطور؟ ليكن ما يكون، فليس عندي أحد، ومساعدتكم على الاختفاء هو أبسط ما أستطيع تقديمه لكم يا أصحاب الفخامة. ولكني أتصور أن بقاءنا هنا سيشكل خطرا على أنطونيوس. إن فيلادلفيا لا تبعد عن هنا كثيرا، وإنني متأكد من أن الجنود سيصلون إلى هنا غدا. لو سرتم على الأقدام شهرا كاملا لما خرجتم من أراضي الإمبراطورية الرومانية. لقد تعلمت الكثير من السيد ماكسيميليانوس، وتأثرت بأخلاقه إلى حد أنني أصبحت مستعدا لمواجهة أي خطر من أجله ومن أجل أصدقائه. بإمكانكم البقاء في هذا البيت الصغير ما شئتم، وكما ترون إنني وحدي هنا. يا أنطونيوس. نعم. لماذا تعيش لوحدك هنا؟ أين زوجتك وأطفالك وأقرباؤك؟ ليس لي زوجة وأطفال. كنت قد أقدمت على الزواج، وكل بيت ذهبت إليه قالوا إنهم يعطونني أغنامهم فقط لا بناتهم، وأن بناتهم لسن أغناما. كأنهم ظنوا أنني أريد أن أخذ بناتهم للمرعى بدلا من الأغنام. إذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. ما الأمر؟ ماذا حدث لصاحب الفخامة ماكسيميليانوس؟ أرى صاحب الفخامة غارقا في التفكير. أأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. الكهف؟ ما الذي حدا بك للتفكير بالكهف؟ لا أدري، لكني أشعر أن نداء ينطلق من أعماقي،
ألجأ إلى الكهف. وأين هذا الكهف الذي تتحدث عنه؟ إنه مكان خلوتي، جبل أنجلوس، ذلك الجبل المجاور. أجل، هو مكان آمن؟ يجب أن نذهب، لعل الذي زمام أمورنا بيده أجرى ذلك على لساني. لقد استيقظ أهل القرية، والأفضل أن تمكثوا هنا يا أصحاب الفخامة. لو بقينا هنا سيعثر علينا الجنود. من الطارق؟ من يكون الطارق؟ بهدوء بهدوء، لا تقلقوا، لعل أحد أهالي القرية يريد معرفة سبب تأخري. تناولوا أنتم اللبن وسأعود حالا. أتيت. أين أنت يا أنطونيوس؟ ألا زلت نائما؟ ما الذي حدث؟ ما الذي حدث؟ أهل القرية ينتظرونك لأخذ أغنامهم إلى المرعى يا أنطونيوس. ألا تريد اليوم الذهاب للمرعى؟ بلى سأذهب. اذهب أنت وسآتي أنا. حسنا أسرع. اذهب أنت حتى لا ينتظر الناس أكثر. اذهب وسآتي أنا. من كان؟ أحد أهالي القرية ولقد ذهب. يبدو أن الطريق خالية، وبإمكانكم أن تخرجوا الآن يا أصحاب الفخامة، ولو سمحتم فسأرافقكم أنا أيضا. أين؟ لماذا تريد مرافقتنا؟ أمن الضروري أن تعرض نفسك للخطر؟ بما أنني لم أوفق مثلكم لتحطيم الأصنام، فدعوني على الأقل أن أرافقكم، إضافة إلى أنكم بحاجة لمن يخدمكم. إنك صديق وأخ لنا، وليس هناك داعي لمجيئك معنا، فإنك لم ترتكب أي ذنب. ليس من السهل أن أترككم مع أنني حديث العهد بمعرفتكم. لن نأخذك معنا، ولا فائدة من إصرارك. يسرنا كثيرا أن تكون معنا، أما لو ألقوا القبض علينا فسيرجمونك معنا. لما تريد أن ترجم بدون ذنب؟ أيها الأخوة، لنخرج الواحد تلو الآخر، وسأسبقكم بالخروج لأرشدكم إلى الطريق الصحيح. أنطونيوس، أستودعك الله. في رعاية الله يا صاحب. أستودعك الله يا أنطونيوس. في رعاية الله. أستودعك الله. في رعاية الله. رعاك الله. حفظك الله. في رعاية الله. توقفوا، ليذهب عدد منكم ويفتش تلك الأقبية، أما الباقون فليراقبوا المكان. أسرعوا، هيا.
لا أحد هنا. ولا أحد هنا أيضا. لنذهب. لم نعثر على أحد يا سيدي. سانتوس، اذهب مع عدد من الجنود بذلك الاتجاه، وأنتم اذهبوا بهذا الاتجاه واتبعوني أنتم. هيا أسرعوا. ماذا هناك؟ من هم هؤلاء الذين يصعدون الجبل؟ إلى أين يذهبون؟ إنهم غرباء. هاي تحرك. أرأيت يا كاميتيريو كيف أنهم لم يصطحبوني معهم؟ إنهم حريصون على حياتي، وهل إن لحياتي هذه القيمة؟ كلا كلا، لا أتصور ذلك. لعلي لا أليق بمرافقة أولياء الله، إنهم يضحون بأنفسهم في سبيل الله وغايتهم الوصول إلى الله، أما أنا فأركن إلى هذه الدنيا الزائلة وأقضي كل عمري عليها. كاميتيريو، إنهم رفضوا الآلهة والأصنام واتجهوا إلى الله تعالى، أما أنا المسكين فقد انشغلت بهذه الدنيا الفانية. لعلي لو كنت قد أصررت أكثر لقبلوا. ألا تظن ذلك يا كاميتيريو؟ أليس من الأفضل أن أتبعهم يا كاميتيريو؟ صحيح إنك حيوان لا تعقل الأمور وتهز رأسك دون إرادة، لك الحق. أما أنا فأعقل الأمور وأعلم أن طريقهم هو إلى الله تعالى، فلماذا أبقى هنا؟ يجب أن أذهب. كاميتيريو، كاميتيريو، عليك أن تبقى مع قطيع الأغنام وتراقبه لحينما يأتي أصحابها. عد يا كاميتيريو، عد، اذهب، ارجع ارجع. كاميتيريو، ارجع يا كاميتيريو، أما زلت تتبعني؟ عاد، يا لك من حيوان لا يفهم الكلام. ارجع يا كاميتيريو، عليك أن تراقب الأغنام. ارجع، فالقطيع بحاجة إليك. ارجع ارجع يا كاميتيريو، ارجع، القطيع بلا راعٍ. ارجع. ما
اجلسوا اجلسوا اجلس هنا، وأنت اجلس هنا، هات يدك لأساعدك. كيف عثرت على هذا المكان؟ ألم يكن هناك مكان آخر سهل الوصول للعبادة والاختلاء؟ كأن السيد ماكسيميليانوس يعلم أشياء نحن نجهلها. أنا أيضا لا أعلم شيئا، وكل ما أعلمه أن هناك حكمة في ذهابنا، وأن هذا الكهف يا أصدقائي له منفذ واحد لا أكثر، وإن وصل العدو إلى الكهف فليس هناك منفذ آخر للهرب، إلا أنني مطمئن القلب. ولكنك سبقتنا بالوصول يا صاحب الفخامة. طريق الوصول إلى الله ليس سهلا ولا يسيرا. يبدو أن ماكسيميليانوس لم يختر هذا الطريق بإرادته. يبدو أن هناك إرادة أخرى تسوقنا إلى هذا الطريق. إلهي، كيف تخاطب البشر؟ كيف يكون هذا الحقير مخاطبا من قبلك؟ إنني أشعر أننا لا نسلك هذه الطريق بإرادتنا. نعم، هو كذلك. من الأفضل أن نواصل الصعود. أنطونيوس، ما الذي جاء بك إلى هنا؟ أنا يا صاحب الفخامة، إن أردتم الحقيقة، عندما رفضتم اصطحابي توجهت إلى الله وطلبت الإذن منه. هل إن الله هو الذي أمرك بالمجيء إلى هنا؟ إنه قال لي ذلك، قال اذهب في طريق الصالحين، وبما أنكم لا تقبلون أن أرافقكم اضطررت أن آتي من طريق آخر كما ترون. وأخيرا التحقت بنا. لم أقصد الوصول قبل الصالحين، لقد اضطررت لذلك. وأخيرا فعلت ما تريد. حسنا، ما دمت تبحث عن المتاعب فلا مانع، بإمكانك البقاء معنا. أشكرك. إنه كاميتيريو. كاميتيريو اذهب. لماذا جئت يا كاميتيريو؟ عد لما أتيت. ألم أقل لك ابق مع القطيع؟ أخشى أن يفشي هذا الكلب أمرنا. لم لا تذهب يا كاميتيريو؟ إياك أخاطب. عجبا لك، عود. لماذا؟ لا لا ترجمه يا أنطونيوس، دعه يأتي. إنكم اليوم تتلقون الأوامر من جهة أخرى، لعله هو أيضا يسير نحو ما نسير إليه. أتتصور أن تعلقه بالله أقل منك يا أنطونيوس؟ دعه وشأنه، دعه وشأنه. كاميتيريو تعال، تعال يا كاميتيريو، تعال، هيا. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رائع، إن ذوقك جميل جدا يا صاحب الفخامة. إنه كبير وهادئ. هناك منفذ على ما يبدو. كلا، إنه مغلق.
أيوجد منفذ آخر لهذا الكهف؟ كلا، لا يوجد. لقد أخبرتكم. هذا مكان تجمعهم وتآمرهم. يبدو أنهم كانوا مجهزين بالسلاح وينفذون أعمالا شريرة. هل إنهم كانوا يستخدمونها للصيد؟ نعم، كانوا يستخدمونها لقتل الجنود وليس لاصطياد الحيوانات. كانوا يستعملون هذه كنقاب. انتظر جوادك، لنذهب. فتشوا كافة القرى والقصبات القريبة ولا تتركوا مكانا بدون تفتيش. تكذبين يا هيلين، إنك تكذبين. كيف يمكن أن تكوني تجهلين وجود دهليز سري في بيتي؟ أنا أجهل وجوده. لقد هربوا عبر الدهليز السري، ألم يخبرك إلى أين سيذهبون؟ لقد لاحقهم جنودك عبر الدهليز، فلما لم يعتقلوهم؟ إنك متفقة معهم وشركتهم في الجريمة، وضعف جنودي لن يخفف من جريمتك أنت. أنا زوجة ماكسيميليانوس فقط، وأعماله تتعلق به لا بسواه. كوني مطمئنة، إنه لم يعد هناك وجود لماكسيميليانوس ليكون لك زوجا. على أي حال، لقد هرب من قبضة قائد عاجز مثلك. متى ما عثرت عليه تعال وثرثر. إن لم نعثر عليه فعلي أنك ستعاقبين وستصلبين بدلا عن إذا لم ترشدين إلى مكان اختفائه. أنا أجهل محل اختفائهم، وفعل ما أنت فاعل. هيلين، إنك تسيئين استغلال عطف الأبوة يا هيلين. دعها تذهب يا صاحب الفخامة، إنها طعم جيد لإيقاع ماكسيميليانوس في الفخ. اهدأ يا صاحب الفخامة، فالنساء على دين أزواجهن، اتركها وشأنها لبعض الوقت، فزوجها الجديد سيعيدها إلى رشدها. أريد أن تراقب بيتها جيدا. سمعا يا صاحب الفخامة، سمعا. ماذا حدث يا سيدتي؟ الشكر لله، لم يعثروا عليه لحد الحمد الآن. الحمد لله. ولما أنت منزعجة إذن؟ إن جوليوس القاذر يؤذيني يا جالوس أكثر مما يؤذيني والدي. إلهي، أينما كان فاحفظه من شر الأشرار يا رب.